هنتعلم ازاي نرسم فري هاند، والطريقة بسيطة ان شاء الله تفهموا منها. ندخل في الشرح على طول. بنرسم اول حاجة قدامنا في التكوين من فوق، واللي هو خط مستقيم افقي. طيب عرفت منين انه هو خط مستقيم افقي او يعني مش مايل؟ بنظبط على اساس الفريم بتاع الصورة اللي في التليفون والفريم بتاع الورقة زي ما انتوا شايفين. دايما العين بيبقى سهل ليها ان هي تميز الخط الافقي من الخط الرأسي، او مثلا لو الخط الافقي ده مايل شوية بيبقى بسهولة العين تشوف حاجة زي كده. طيب ننزل على الخط الرأسي، وده تقريبا بيعمل زاوية قائمة مع الخط الاولاني. كأنه جزء من مربع. ندخل بقى على الجزء ده، وهنا بنحاول نقارن الجزء ده بأي مسافة من المسافات اللي عملتها قبل كده. المسافة اللي باللون الأزرق دي اللي انتوا شايفينها، واللي هنلقاها أقل من نص الخط ده بشوية. نكمل لفوق، وأنا ماشي لازم أحدد لنفسي أنا رايح فين بالظبط. يبقى نشوف الخط ده بالنسبة للجزء اللي أنا عملته هيبقى أعلى ولا أوطى. زي ما انتوا شايفين أعلى. خلاص نكمل. وآخد بالي برضو من المسافات دي، هي ليه اسمها نسب أصلا؟ علشان بنرسم كل خط بالنسبة للخط اللي قبله، ومنحطش حاجة من دماغنا كده يعني. هنا ارسم القوس او الكيرف ده بالنسبة للقوس اللي قبله. الحتة الطويلة دي هل هي رأسية؟ يبقى اعملها اكنها خط مستقيم. هنا العرض بتاع الجزء ده اكيد مش هعمله من دماغي، لازم اقارنه بالنسبة لحاجة من اللي انا عملته، وتقريبا هو نفس الحجم ده او اقل منه حاجة بسيطة. ارسم الدوران اللي تحت واظبطه مع اللي فوق. نرسم الفراغ ده علشان نقدر ندخل على الفنجان ده او المج اللي تحت. وهنا تقريبا نص الفتحة بتاعت الفنجان ده لو عملناها بخط لفوق هنلقاها مقابلة للدوران اللي فوقنا. هنا بقارن نهاية الفنجان مع نهاية اعلى جزء انا رسمته، فهي تقريبا في المكان ده. بتخيل كده بعيني ان في خط هنا زي الاحمر اللي انتوا شايفينه، وأبدأ على أساسه أرسم الفوهة بتاعت الفنجان. والخط ده برضو مش هعمله كده وخلاص، لازم أشوفه هو موازي لمين أو مظبوط مع مين. فهو تقريبا موازي لأعلى جزء أنا رسمته في البداية. هنا الجزء ده بارز شوية كده لجوا. بنعمل الخط التاني اللي في الفنجان، وهنا لازم أركز الفنجان. أنا فاهم إنه هو دوران من فوق، بس أنا شايف إيه دلوقتي؟ اللي انا شايفه بنزله زي ما هو، فانا بتعامل مع الصورة على اساس انها خطوط. هنا شايف في خط فوق وخط تحت، فخلاص ارسمهم زي ما هم. بننزل بخط مستقيم، وهنا مستقيم علشان انا قرنته مع الخطوط المستقيم الرأسي اللي انا عاملها كلها اللي في الصورة زي ما احنا هنشوف دلوقتي اهو.
الجزء اللي فوق ده برضو مستقيم، واللي في النص مستقيم، والفنجان برضو مستقيم، فكلهم متوازيين مع بعض. بس مش متساويين مع بعض. نعمل الدوران الخفيف اللي تحت، وهنا في خط افقي برضو متوازي مع الخط بتاع الابريك. الجزء الثاني للفنجان برضو نفس القصة، هو متوازي مع كل الخطوط الرأس اللي في الصورة، الجزئية دي ودي ودي زي ما انتوا شايفين بالأحمر. انا بحاول اساوي علشان اعمل القوس الثاني اللي هو مقابل للقوس الاولاني يعني. بحدد المساحة البسيطة دي علشان اقدر اعمل الايد بتاعت الفنجان. وهنا الايد لو خدنا بالنا برضو هي دوران، بس انا شايف في استقامة فوق واستقامة تحت. ببدأ منهم هما اتنين علشان اعمل الدوران اللي في الاخر. بشتغل واحدة واحدة لحد لما الدوران يتظبط معايا. وبرضو بقارن المسافة بتاعت الفتحة اللي في النص بالنسبة لعرض الفتحة، يعني طولها بالنسبة لعرضها. هنا تحت بشوف ارتفاع الفنجان بالنسبة للإبريك ده، فهو طبعا تحته بشوية، يعني الخط اللي تحت هيبقى فوق. هما متوازين مع بعض بس مش ماشيين على نفس المستوى. بطلع القوس ومشي خط هنا فوق، بحاول اعمل الجزء اللي باقي من الرسم، وبرضو بظبط وقارن. بعمل اول حاجة من المقبض، وبعدين باخد الخط المستقيم، والخط المستقيم ده هو مستقيم بس هو رأسي مظبوط ولا مايل؟ زي ما انتوا شايفين هو مايل شوية. ولو اخدنا بالنا انا بتعامل مع الصورة على اساس انها خطوط واتجاهات، انا مليش دعوة بقى ان ده في ظل ده في نور، انا دلوقتي بستخرج اوتلاين فقط. فبالنسبة للاوتلاين ده ما هو الا خطوط فقط. بعمل النهاية برضو بتاعت المقبض، نشتغل طبعا الجزئية دي على نفس التفاصيل اللي احنا ماشيين عليها من الاول. ان شاء الله تكونوا فهمتوا بالطريقة البسيطة دي. لو الناس فهمت من اسلوب ان احنا شغالين من الصورة الاصلية وبنتابع كل خطوة بخطوة فيها، تكتب لي في التعليقات، وان شاء الله ممكن الاسلوب ده نمشيه في كل الرسومات، او ممكن نعمل مثلا زي كورس كامل بنفس الاسلوب ده والطريقة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.